السلام عليكم. سيعرض برنامج مداولة لهذه الحلقة قضية من قضايا المحاكم، قضايا استرجاع هدايا. لنتابع. يلا بلاتي خليك معايا شوية، الوقت هذي تعدى. أنا هضر باقي الحال، خاصني نمشي يا فؤاد. يلا يلا سيري نهارك مبروك. يلا انا غنعيط لك، خلي التليفون حداك. صافي طيب. عندك تمشي تحطيه. لا ما تخافش. مالك؟ واش دابا غنمشي ولا ما نمشيوش؟ فين غنمشي؟ الشغل اللي اتفقنا عليه. اين شغل يا طارق؟ المرصى. اين المرصى؟ مشينا المرصى. ما عرفتش واش غندوي ناكلو الحوت. واش ولا عندك الزهايمر ولا ضربك السخان؟ علاش؟ والكونتونير، الكونتونير اللي محطوط ديال السلعه 15 يوم هادي وحنا كنخلصوا عليه، خصنا نحلوا المشكل ديالو. صافي ساليت، بديت تنسى والله. عرفتي الله يرضي عليك، سير انت بوحدك قضي الغرض. ها ومن بعد نتلاقاو في القهوه وعاود لي على كل شيء. القهوه عقلتي عليها، والكونتونير اللي الطون ديال الفلوس ما عقلتيش عليه. واش ما بغيتيش تطلق من هذا الكونتونير؟ طلق منه شويه صاحبي، خليه يرتاح صاحبي. واخا سيدي ما كاين مشكل، نمشي للكونتونير. يلا سير. شوف عندك القهوه في العشيه. دي ما كتنساهاش كتنساهاش. هي 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 يا ودي يا طارق، غريبك بوحده. ياك لاباس؟ مالك يلا مشيتي للخدمه وعاوتاني جيتي؟ شنو كاين؟ حسيت بواحد الصخفه ما قديتش نكمل، وطبت المدير عطاني واحد 3 ايام بعدها نتسرح شويه. ياك سنقول لك ملي تحس بالسخفه سير عند الطبيب، وقالها لك بفمو، قال لك ملي تحس بالسخفه جي لعندي. لا جاي هنا ودي غناخذ هاد الدواء اللي كنخرج ليا. كان وافقني، ما فلوس الطبيب راه زايدين فيا. اش كديري دابا انت؟ اش كندير؟ كندير داكشي اللي كيديروا العيالات. ها اش كندير؟ والبنت ولات تبارك الله مرأة قد ما مايلها، باقا نصوب ليها في فراشها، يو باقا نقاد ليها في خطواتها، يو باقا نطوي ليها في حوايجها. الماريو هوك يدير هوك 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 هوك. عمري ما شفت بحال هادشي. وغنقول لك اختي اللي علمتي هذاك الرخو، لا فوت منك. وهذيك الدريه سبحان الله العظيم. انا ما عرفتهاش لما خرجت، وجلده جلده من نهار خدمت، ودرهم ما شناش من عند الله يجعل السلام. وما انا شفتو من عندها. وفلوسها فاش مشاو؟ مشاو عاف التافيهات، وعاف الصبايخ، وعاف داكشي ديال الشفار، وداكشي ديال الماكياج، وداكشي هاو كملتها وجملتها وتشرات دوك السراول، دوك السراول اللي كيخرجوا منهم الكابي، ما حشمت ما راعات. ايه عاود الله يرضي بهم. وهذيك البعلوكه راه ولات باغا تطير، واللي شافها في الزنقه وكيصحابها شي واحد بوها من لي بالكبار. ويا لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله. بونجور. عسلامة. يلا وصلوا لك أمير الأحلام. أهلا الله فارس الأحلام، وانتي شنو مشاريك؟ أنا ما عمرني ما شفت فارس الأحلام وعنده موتور مقشقل، خايفة غير يولي أمير الكوابيس. ألا لا قريب غادي يشري الطوموبيل، بقيتي على خاطرك. باش ماندا ديال ممرض مساعد، ممكن يقدر من دابا واحد 10 سنين كاع. وراك كتحلم بنيتي خدمي خدمي، اصلا جايه معطله والخدمه راه جمعات عليك. ما تفكرينيش والله، والله ما بقيت قادره نحط يدي على هذا الشيء. دي معايا يا ربي تسهل عليا فشي مكازا، فشي بروجي واعر، فشي مدخول واعر، نبقى ما هزه ما حاطه عييت. مجدولين. صباح الخير. شفتي انت الاحباط كون كان بنادم. سيدي عصام. اهلا. تحياتي استاذ. اهلا مرحبا بك. تفضل. بارك الله فيك. تفضل. هذا هو اللي يدير عليه المديره الحاله كامله. دخلت عليك بالله واش ما عرفتيش شكون هذا؟ لا
أويلي هذا هو عصام عيسى، لاباس عليه، ورد بزاف ديال الشركات على باه، ومن غير هذا الشيء كامل المشاريع اللي عنده، داكشي علاش عرض عليه المدير، بغى لاله يردو كليان ديال البيرو، وموج ليه بروموسيون مزيانة. أييه أييه أييه، قولي هذا هو اللي والدها أمه في خرقة بيضة. قلبي استاذ سعود، السيد راه كبير عليك ومزوج ومولا وليدات. قلت لك مزوج. قناتي مازال ما كتعرفينيش مزيان. عرفتي الا مشيت درتو في راسي الا كان مزوج ربعه غيطلقهم كاملين ماشي شي طلاق عادي طلاق الثالث الله يخليك شكرا مرحبا فيك الله يكثر خيرك بارك الله مرحبا مرحبا سيدي عصام شكرا جزيلا فرصه سيدي بارك الله فيك فرصه فرصه تعيين هادي نهار كبير الزياره ديالك فرحتنا استاذ تام بليز الله وهذا شرف لي انا بالعكس وان شاء الله راه ميران غنجي نشوفكم مرحبا بك في اي وقت هيا مجدولين غادي تشوف معك التفاصيل وغادي تخبرك بالجديد وانا عند الوعد ديالي شكرا بارك الله مرحبا استاذ سعد مروكا بليز مرحبا بونجور مرحبا سيدي تفضل بارك الله فيك تشرب شي حاجه لا لا بلاش داكوغ الوغ سيدي بوغ البروميير شوا اللي عندنا عندنا اسيا عندنا ماليزيا عندنا بزاف ديال البلدان اللي غادي يعجبوك خصني نعرف غير بالنسبه ليك انت واش غتكون ديسبونيبل ولا لا هو في الصراحه انا لي زافير ما خلانيش نرتاح مي هذا العام قررت ان شاء الله باش نرتاح حتى حنا بغينا غير راحتك اسيدي احسن حاجه غادي ديرها غير قول لي واش تقدر تسافر وسط العام يعني عادي باش نشوف لك شي اوتغام شي جزيره من الجزر الخياليه اللي طيح لك على بالك وانا متاكده غيعجبك الحال معايا سيدي؟ لا لا معاك غنعطيك لاكارت فيزيت ديالي ويعني وقت ما مكان ان شاء الله اتصلي بيا ما ما هي ما كانت عند غير بشويه عليك ما عرفت الله يثبتنا هاد الشيء هذا هاهي هاهي تشوفي تصلي وقت ما بغيتي غير الرجاء الرجاء انه قلبي لي على شي مكان اللي ما نحط فيه ما نهز اسيدي شوف من هاد الناحيه غير ناس على جنب الراحه حنا غنتكلفوا لك بكل شيء غير كون مرتاح وغادي نصيفط لك واحد لوسيت غندخل له تما غتلقى كاع لي زانفورماسيون اللي تقدر تحتاجها من بعد داكوغ داكوغ باش ما كان غادي نعلمك لا انت اتصلي بيا غادي نتصل بك ان شاء الله وفقت ما بغيتي داكوغ يعني انا راه الاشاره ربي يخليك ميرسي انفينيمون بون جورني سيدي مجدولي متشرفين لاله مجدولي نهارك مبروك اسيدي اسمح لنا ومرحبا بك في اي وقت لهلا اختك بارك الله نهار اختك ميرسي باز يا اختي باز والله ما قد عليك غير اللي خلق انت كتعرفيني شويه ولا لا واو ناري يا اختي ناري والله قلت لك تزوج خدمي 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 الو شكون معايا مجدول وي مجدولين ديال الوكاله كي داير صافا مزيان دغيا لقيتو ديال البرنامج نو ماشي داكشي علاش اتصلت بك بغيت نقول لك اسيدي ملي كنتي عندنا في لاجونس خرجتي تالف ونسيتي عندي بسطام ديالك فوق البيرو انا باقا على برا لو كنتي في شي بلاصه هنايا قريب ندوز عندك فين ما كنتي لا ها شوف الا بغيتي ماشي مشكل الا بغيتي وي بيان سور عرفت البلاصه فين انا غنقبض الطاكسي داكوغ واخا ماشي مشكل حنا كنتسناوك يلا تبارك الله عليك تبارك الله عليك يلا اتو تالا باي باي نشوفك باي باي سلام عرفتي فين خليت بزطامي فين خليته فوق الاصفار فوق البيرو ديال الكتيبه عباينه تكون هذه شي كتيبه زينه بقيتي حل فمك ومضبع لا نسيتي البزطام هي من ناحيه زينه ولكن انا ما تضبعتش ايوا هي درتيها بالعالي وخليتيها بزطام باش تعاود ترجع تهضر معاها ودي الله يهديك نهار الشيطان قول هذا بلا باش تراجي اسكت اسكت هي جاي سلام سيدي صاف صافا؟ لاباس سلام صبارك؟ الحمد لله جلسي تفضلي مجدولين كنقدم لك عصام صاحبي
كنقدم لك مجدولين. مشرفين. متشرفين، صراحة جيت نعطيك غير البسطام ديالك، ما شفتو حتى كنت خارجة من البيرو. تشربي شي حاجة؟ لا لا، بلا ما نخسر لكم الجلسة ونديرونجيكم غادي نمشي. واش هاد التمر كله ما غتشربي حتى شي حاجة؟ لا ضروري والله تتشربي شي حاجة. أنا سمحتوا لي غادي نمشي، لحقاش عندي مشكل ديال الكونتونير. لا فهمتي. سير. خصني نمشي نحل هذا المشكل هذا. خصك تمشي لبيت. سمحوا لي. سلام. السلام. مرحبا. ربي يخليك. جيسبيغ ما نكونش خسرت لكم البروغرام ولا شي حاجة. لا 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 مجدولين، اولا ما عندنا حتى بروغرام، ثانيا انا عاد غندير البروغرام. انت عندك شي بروغرام؟ صراحه كنت غنمشي غير لمكازان ناخذ شي حوايج خاصيني وصافي، ابخي غنمشي للدار، يعني ريان دو سبيسيال. اذن بلا هاد العصير نمشيو ناخذوا الحوايج وناكلوا شي حاجه بالمره. نعم بلا ما تبرزت راسك اسي عيسى، ما كاينلاش. لا ما تقوليش هاد الهضره، واحد تيجي تحويجه صغيره راك ضربتي معايا تماره صافي ياك. يعني لا ما كانش عندك شي راجل اللي يخلق شي مشكل ولا شي حاجه؟ نو نو ما كاين والو من هادشي، غير هو مبغاش نتطلع للدار وصافي. نو شو واش انت ما بغيتيش تطلع للدار؟ نتيقنا ونوضي نمشيو باش ما تعطلش حتى. لا لا تحسنتيلي. ايوا واش غادي نقول لك السي عيسى؟ الامور مشات كلها مزيان الحمد لله. غادي تقول هذه جات لي لي كارت بونكير خواتهم ليا كاملين، فريمون ما كانش خاصك تاخذ هذا الشيء كله السي عيسى، بزاف عليك. لا لا شو ما تقولي هذا الهضره. شوف يا انا كون ما دخلتيش لقلبي ما تدخليش معايا للمكازا. ربي يخليك. يلا عرفتي غنقول لك واحد القضيه، اليوم غتبقاي معايا حتى تعشي معايا. مكره الصراحه ولكن خايفه نتعطل على الدار. وتعطلي؟ ايوا راك عارف ترونسبور بالليل والبنات وانا غير بنت، كعرف اللي كاين. شوف نقول واحد العمليه، ومن اليوم اعتبرني السائق الخاص ديالك. ربي يخليك، ايوا لكن هكا يلاه نمشيو. نمشيو؟ علاش ما نمشيوش؟ تفضلي سيدتي. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم جلالة الملك نعلن عن افتتاح الجلسة. ملف عدد 12 على 2020. المدعي عصام عيسى ينوب عنه الأستاذ ميلود العالي. المدعى عليها مجدولين عبد اللطيف. ينوب عنها الأستاذ بوشعيب شكرة. عصام عيسى كتأكدوا المقال الافتتاحي للدعوة والمذكرة التعقيبية من بعد البحث؟ نعم. أنا بالفعل خطبت مجدولين، ومني مشيت الخطبة العائلة ديالها اشترطوا علي أنني نشري لها منزل بيت ومحل تجاري، وفعلا طبقت داك الشيء اللي قالت وشريته. مع الأسف واحد المدة قطعت علي المكالمات، قطعت علي، ما بقاتش كتهضر معايا، ما بقاتش كدوي معايا، ما بقاتش كتقول لي والو. وانا شريت لها بزاف الاشياء، هدايا كثيره. شحال القيمه ديال هاد الهدايا تقريبا؟ خديت لها المحل التجاري 128 مليون. يعني والشقه يعني البيت خديته 197 مليون، يعني المجموع كانت واقيلا شي 337 مليون. مجدولين عبد اللطيف، شنو كتقولي حول موضوع الدعوه؟ انا سيدي تفارقت مع عصام، هو رجل اعمل وبالفعل جا لدارنا وخطبني. من بعد الخطوبه فشرى لي الشقه وشرى لي المحل باش ندير المشروع التجاري. ولكن سيدي من بعد الخطوبه ديالنا فاش دازت واحد المده هو اللي ما بغاش الزواج يتم، ماشي انا، يعني من بعد كنكتشف بلي هو مزوج بولادو. وسيدي الهدايا هو اللي عطاهم لي بخاطره، ماشي انا اللي بززت عليه، وكيف كيقولوا الهدايا ما كيرجعوش، انا ما نقدرش نرجعهم ليه. يا شحال كنا خايبين. ناري شحال واعر. باري لنا. ملي خديتيه؟ بشحال زعما امتى خديتيه وبشحال خديتيه؟ الماندا ديالي كامله، ما غاتشيش ليا التليفون. ايوا وشكون خداها لك؟ مسيو عصام. مسيو عصام؟ اين مسيو عصام؟ خونا اللي غيتزوج ولا وحقه ما حقه وما نعرف شنو سي با كوا. اويلي استغفر الله العظيم. ولي 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 استغفر الله العظيم. مالا هادي؟ عصام الكليان. ماشي اي كليان اللي يخليك، كليان في اي بي. انا بغيت نقول لك شي حاجه ولكن اش لا كاينش.
قول ما كنخاف منك هذا هو الوضع ما عرفت يلا سيدي قول قول انا كنسمع طريق وقيل بديت كنحب من جديد لا حول ولا قوة تخلق بالله كتقول لها من نيتك وراك مجوج وعندك ولادك الله يهديك وعندي الفلوس وقادر نفتح بيت علاش ما نتزوج اذا بقول لي يا ناوي تزوج وإلا بغيت البنيه باقا صغيره زويونه ما كنظنش تبغي تزوج راجل كبر منا 39 عام وعنده المراه وعنده الدراري وانت قلتيها بفمك دريه صغيره راجل كبير دخلت عليك بالله واش تقبل المجدولين تضحك عليك شتي انت نعم ما عمرك غتكون منك الكاينه ومشيتي فيها شتي انا بصحتي وراحتي وناس زمان قالوا عاند لا تحسد عندك الحق لا اله الا الله محمد رسول الله انا رقت لاتني هاد البنت ويلي هاد السلاتي وهاد الشيشي هاد الشي منين جايباه شاريه براد واش حنا ما عندنا براد شاريه الصباغ شاريه الصباغه تاع الشعر انا هي الوالده ما عياتش تسمعي واه صوتك مسموع في راس الدرب ياك لاباس واش بزاف ويلي شاريه حنا ما عندناش البراد صباغه الراس بلاتي غير بلاتي غير بلاتي سمعيني سمعيني واش كيسحب لك هادشي شاريه من الماندا ديالي ومنين شاريه ومنين جايبه هادشي يا لالا غير لي كادو ديال سي عصام وانت دايره هاد الحاله كامله سي عصام شكون ثاني هذا سي عصام لا ما يمشي بالك بعيد الحاجه عصام كليون عندنا في لاجونس الله يخلف عليه جاب لي هاد لي كادو السيد لاباس عليه حتى لا باغي يتزوج بيا راه ما غنزقلوش وعندك بنيتي ضروبك ردي بالك انا نقول لك ردي بالك راني تربيت يدك وعارفه واقيلا شنو والده عرفتي كون زدت غير ابل وحدك تغربح شي لعيبه ماشي داك التليفون ديما طافي ديما خاسر ما مشارجيش فؤاد نمشيو ناكلو شي حاجه ما كرهتش ولكن انا ضيف عندنا في الدار وما كتسناني تعطلت مجدولين راه خصني نهضر معاك في واحد الموضوع فاش اش باقي كنتسناو هانتي انت خدمتي وانا خدمت اشنو باقي كنتسناو علاش اللي ما نتزوجوش فؤاد واش كيسحب لك هذا الموضوع ديال الزواج وسهلتيه حتى لو بغينا نفكروا في هذا الموضوع خاص بعدا تكون عندنا غير الدار على الاقل وراه هذاك الشيء علاش قلت لك نمشيو نريحو ناكلو شي حاجه ونهضروا ونتفاهموا ونشوفوا اللي عندي واللي عندك واش نقدروا افونسي واش نقدروا ندفعوا في شي بارطمون ولا لا فؤاد عافاك واش نقدروا نخليو هذا الموضوع من بعد ونهضروا فيه على خاطرنا دابا انا تعطلت ماما كتسناني في الدار ممكن فين ما كنجبد معاك هذه المواضيع كدي عليا نمشيو كنقول لك تعطلت فؤاد ضيف كيتسناوني في الدار واخا لا لا يلا نمشيو يلا بغيت نقول لك شي حاجه ولكن ما عرفت شنو مالك اش كاين عاوتاني والله ما عرفت ما عرفت هضر 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 ما عرفتش من خلطه في الامور صافي لا ما فهمتش شتي كتقال لي طمزير باغي كل شي حاجه ما باغيش ما عرفتيش دير خرج من الرونت كخرج ما غنوصلكش بهذا الطوموبيل غتمشي في الطوموبيله ديالك وعلاش علاش لان انا عندي رونديفو مع مجدولين وان شاء الله ملي نسالي غنتصل بك مجدولين ماشي مشكل بالحق انا اللي بغيت ننصحك به كصديق الله يستر عليك ثبت وحصن وزير الروبيني راه عندك مراتك وولادك دفاع المدعي كتأكدوا المقال الافتتاحي والمذكرة التعقيبية من بعد البحث؟ نعم سيد الرئيس ولنا مرافعة شفاهية تفضلوا دفاع المدعي سيد الرئيس السادة القضاة السيد ممثل الحق العام حيث تقدم العارض عصام عيسى بمقالين افتتاحيين للدعوة جاء فيهما أنه تعرف على المدعى عليها وطلب منها التقدم إلى أهلها من أجل خطبتها تمهيداً لربط
علاقة الزواج في إطار ما أمر به الشرع الإسلامي وما نصت عليه مدونة الأسرة. سيد الرئيس، السادة القضاة، السيد ممثل الحق العام، حيث إنه بعد موافقة المدعى عليها على طلب العارض تقدم هذا الأخير إلى أهلها، وبعد قراءة الفاتحة تم الاتفاق على إبرام عقد الزواج. شريطة اقتنائه لها شقة ومحلا تجاريا اقتناهما فعلا بقيمة 330 مليون سنتيم، والذي يمثل قيمة الشقة، موضوع الرسم العقاري، عدد 555، والمحل التجاري موضوع الرسم العقاري، عدد 1555، وكذا مصاريف التوثيق والتسجيل والتجهيز المحل التجاري وكذا الشقة. أمين ولدي، اسمع دابا ركز على كرايتك الله يرضي عليك، وراه بقى قربوا الامتحانات، وانا ملي غادي يجي باباك اللي غنهضر معاه باش يصيفط لك داكشي ديال الفلوس، وملي تبغي تاخذ الطياره خذ ديريكت الله يرضي عليك باش ما تتعذبش. اوكي، الله يعاونك، الله يسهل عليك ولدي. بسلامه ولدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. باقا ما نعستي؟ لا مازال، كنت نهضر مع امين. تعشيتي ولا كيف العاده معشي؟ انا معشي ولكن ما باغي الصداع. شوف راك تهضر مع امين، راه امتحانات قرب ومن بعد خصو يدخل، راه محتاج بشي حاجه الفلوس صيفطهم ليه. الفلوس؟ واش انا عيب طلع عندي بيض كنجبد منه الفلوس؟ هذا غير الفلوس الفلوس الفلوس، بارك عليه يدخل فحالو يخلي هاد الامتحانات. شوف عصام، انا ما كنسولك لا فين مشيتي ولا فين جيتي ولا مع من تتكون، اوكي، ولكن هذاك ولدك وبديتي معاه غتكمل معاه، دابا محتاج الفلوس صيفط ليه الفلوس. زينب سمعني مزيان، انا ما باغي صداع ما باغي نتعصب، هذاك ولدي انا كنعرفو مزيان وكنعرف شنو خاصو. نو 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 مدام، توت سويت دابا دابا دابا، عطيني 5 مينوت. يلاه داكو. الوغ شحال قالت لك لا ليست كامل صافا؟ وي مسيو جلال عفاك، برافو بور لافيش، غير لوغو شويه يصغر شي شويه. داكو داكو، توت سويت. با مجدولين جات ولا باقي؟ انت كتشوف على عينيك، ما بيدي نمشي لهاد البيرو، ما بيدي نجي لهاد البيرو، كلشي تعرم عليا. مجدولين راه ما قالت لك والو، راه البارح دارت الخطبه، والخطبه كي دايره بحال العرس. ويلا مبروك عليها، هي تخبرنا بعدا هما. علاش ما قال لك والو مسيو عصام؟ مسيو عصام؟ اه عصام عيسى الكليان ديالنا. اي عصام الكليان ديالنا. لا لا لا، وراه هو اللي خطبها. شنو هو؟ والله العظيم واش هادشي بصح؟ والله العظيم مسيو جلال ما كنكذب عليك، البارح كنت عندها في الخطبه. واش هادي متهبلات في راسها؟ ما عارفه السيد راه مجوج وعنده وليدات و... عارفه عارفه مزوج وعارفه عنده وليدات وعارفه كبر منا قد باها، ومالغري صا اللي في راسها في راسها. لا حول ولا قوه، ياخ خلاتها تجي الخدمه ونجبد لها ودنها مزيان. فين غاتجي مسيو جلال؟ راه قال لك خطيبه باغي يشري لها ماكازا وغادي دير فيه التجاره، يعني محال حتى لاجونس واش ترجع ليها. هكا اييه. عاد شنو غديري؟ عيطي لها قول لها مسيو جلال راه باغي يجي عنده ضروري. بدلات النمره وشرات التليفون وخدات الذهب و... راه مام مشاكل وحق الله، راه ما بقيتي تعرف والو فيها. حول ولا قوه الا بالله. مسيو جلال وي الا جات على خاطرك الله، انت كتشوف الخدمه كي معرمه لي فوق راسي، وما بقيت كاع كنحك في راسي زعما الا كان شي حد يقدر يعاونني. داكور جو في جيرا شي. ميرسي بوكو، ثانك يو. لي ماي لي ماي اللي قالت لها نصيفط لها. ماي لي ماي لي ماي. مجدولين فؤاد، ما شفتكش سارة. ما شفتينيش؟ لا. ولا انت باقا كتشوفي شي واحد من غير داك السيك عصام؟ واش كتضحكي عليا ولا كتضحكي على راسك؟ واش كيتسحب لك ما في خباري والو ولا ناعس على ودنيا؟ انا جيت نقول لك جوج كلمات ملي كنت معاك ديما ولد الناس، والله يكمل عليك بالخير. فؤاد، بغيت نقول لك نوصلك، ولكن انت دابا نيفو طالع، الموتور غادي يخسر لك البريستيج ديالك. سيد الرئيس، السادة القضاة،
السيد ممثل الحق العام، حيث إن المدعى عليها وبعد عثورها على المحل التجاري والشقة المشار إليها آلاه والاتفاق على ثمنها أدى العارض ثمنها وكل واجبات التسجيل والتحفيظ، وذلك بمقتضى شيكات مدلة بنسخ منها رفقة المقالين الافتتاحيين للدعوة. سيد الرئيس، السادة القضاة، السيد ممثل الحق العام، حيث إنه إضافة للشقة والمحل التجاري المشار إليهم أعلاه اقتنى العارض للمدعى عليها عند خطبتها خاتم من الماس قيمته 70,000 درهم، ليكون المجموع المطالب به في المواجهة المدعى عليها هو 337 مليون سنتيم. نعم، 337 مليون سنتيم، مع العلم أن الأمر لم ينحصر في تلك الهدايا، بل هدايا أخرى باهظة وباهظة الثمن، إلى أنه ظل يسلم فواترها للمدعى عليها إيمانا منه كون الطرف المدعى عليها لن تخذل له يوما ما، ولن ترفض إبرام عقد الزواج منه. سيد الرئيس، السادة القضاة، السيد ممثل الحق العام، حيث إن العارض قد تقدم بشكاية أمام الضابطة القضائية من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، صرحت به المدعى عليها مجدولين عبد اللطيف كونها فعلا بعد أن افترقت عن العارض قد تزوجت بشخص آخر، السيد فؤاد طارق، وذلك مباشرة بعد حصولها على الشقة والمحل التجاري، وقد أدلت للضابطة القضائية بعقد زواج يفيد ذلك. الحمد لله، انا تنفرح ملي كنشوفك هكا ضحكه ومبتسمه. شوفي دابا ياك ارتحيتي مع راسك، مهنيه الوريقات ديال الدار والمحل التجاري هما في يدك، قديتيهم من عند النوطير ياك على خاطرك. ربي يخليك ليا والله، وخا نبغي نشكرك ما عرفت شنو غادي نقول لك. ما تقوليش هاد الشيء الشكر، انا قلت له لي عينيا نعطيهم تلعبي بهم البي. لا شنو البي؟ لعبي بهم الكره الحديديه. ونستاهل بعدا. معلوم تستاهل، شوفي باقي ما شتي والو، ان شاء الله مين نشوفو ونستقرو وكل داكشي اللي عندي غادي نكتبو لك. ان شاء الله يا ربي، ربي يخليك ليا والله. دابا غير بعد المناسبة فين تبغي تمشي؟ فين تمشي تاكلي؟ سيدي انا ما كيهمني فين غنمشي ولا شنو غناكل، أهم حاجة عندي هي نكون معاك. الله أكبر، هذا الكلام الحلو بدا يخرج تكيس عليا. شوف انا غنديك واحد المحل جميل جميل جدا وفيه ماكله جميله جدا. صافي مشينا. تفضلي سيدتي. ميرسي. عصام، شت كامل اللي خطبتي ما بقينا كنشوفوك لا في الخدمه ولا خارج الخدمه. غير دابا لقيتيني كنفكر كنقول مع راسي الا تزوجت مجدولي واش نخليه مراتي الاولى، هي الا ما عطاتنيش الموافقه راه غادي نطلقها وانتهى لنا. دابا خطبتي مجدولين قالت لك طلقها، ايوا هادي زربانه هاد السيده هادي، ما عندك ما تسالا يا ودي. الله ينعل الشيطان، شتي هاد مجدولي اللي كتهضر عليها راه ظالمها هي، راه ما قالت حتى حاجه، ما دويتش في هذا الموضوع. انا اللي قلت زعما حرام وحده بحال مجدولين نجمعها مع مره اخرى. غادي تفارق مع مجدولين وتمشي تجمع مرتك وولادك. اش دارت لك هاد مجدولين؟ اش دارت لك؟ فين ما كدوي كدوي على مجدولين، مجدولين مجدولين مجدولين، اش دارت لك هاد مجدولين؟ انت ما عرفتش مجدولين مزيان، ما عرف كون كنتي عارفه كاع ما تقول هاد الهضره هادي. ما كتغوت يا صاحبي، ما كتغوت، ماك تقلقتي. انا قلتي لي نظرك عطيتك نظري. ماشي مشكل، سمح لي. فين غادي؟ غادي يمشي في حالي يا صاحبي. كاين تونسني تونسك مجدولي.
زينب زينب. نعم. شنو كنتي ناعسة؟ مالو كنت ناعسة، اش كيديروا الناس العاديين في هذا الوقت؟ بغيتي تقول لي زعما انا ماشي عادية؟ ورا الوحدة الصباح هادي. زينب. نعم. انا بغيت نهضر معك. قول. يعني بصراحة حنا حياتنا ما بقاتش كي كانت، ما بقيناش مفاهمين. قررت باش نتزوج. مبروك. وجيت نتشاور معاك، يعني اش نقول لك، انا ما بغيتش نجي معاك مع مرة اخرى، وقلت مع راسي احسن نتفرقوا. زينب زينب. سلام فؤاد. اهلا. صافا بخير مزيان الحمد لله بارك الله فيك. اسمح لي لا ديرونجيتك. لا لا ما تقوليش بحال هكا، لقيت الميساج ديالك وجيتيك لاباس. لا والو، بس اتصلت بك على ود مجدولين. مجدولين راه شافت حياته، الله يعاونها. فؤاد انا عارفه هذا الشيء اللي كتقول، ولكن راه ما يمكنش مجدولين دير هذا الشيء. ما يمكنش تزوج براجل كبر منها ب 39 عام، راه في عمره 60 عام الشرف الاخر. اختي وفاء، الزواج راه ماشي بالسيف، وحتى شي واحد ما بزز عليه انه تزوج. هذيك اختارت حياتها وبغات حياه الاباه والفلوس ولا كلاس، الله يعاونها. مجدولين شربي شي حاجه. قد لا والو. ما عجبكش هذه البلاصه نمشيو شي بلاصه اخرى. انا مجدولين فكرت ان شاء الله من ان شاء الله باذن الله من بعد الزواج نمشيو لتايلاند، نريزيرفي في تايلاند. ما عجبتكش نمشيو لكوستاريكا؟ شوفي غير انت قولي لي امري وانا نفد. حيت دابا انا دابا هيثم. نعم. الله يسهل عليك بارك. انا ما عرفتش مالك. مالي مريضه باغا نمشي نرتاح. حيت ولكن قلنا حنا زعما غنجيو غنجلسو وغنهضرو على الترتيبات ديال الزواج. غنهضرو على ترتيبات الزواج وغنهضرو على كاع هادشي اللي كتقول فيه، ولكن ماشي دابا، من بعد واخا. علاش ما عرفتش؟ مريضه، ما كنحس براسي مزيان، كنحس براسي مخنوقه، ما باغا نرتاح، باغا ننعس. غير تهدني، ما تعصبيش، نديك عند الطبيب. الطبيب ديالي هو دارنا، هو فراشي، هو نرتاح، هو الطبيب عندي. واخا. لا انا يعني دابا واش يمكن لي نمشي؟ لا غير لما ارتحيتيش نجيب لك الطبيب. يمكن لي نمشي؟ نمشيو. لا سيدي خليك، خذ راحتك، جلس، خذ لي قهوه، خذ لي بغيتي، انا غنمشي لراسي واخا. اللي يريح. لا الشريف. الشريف دخلنا عليك والله دابا انا واش جاي جالس معاك وانت من الصباح شاد التليفون علاش معيط عليا؟ علاش صاحبي راه دابا ربعات المرات وانا كنعيط عليها وهي ما كتجاوبش. شكون هذا؟ مجدولين. مشات مريضه مسكينه. صاحبي فضحتينا بهاد مجدولين. مجدولين مجدولين مجدولين، واش هاد الجينيريك ديال مجدولين ما باغيش يسالي؟ طارق واش انا معصب وانت كتنز عليا؟ لا لا بالعكس، شوف الا كنتي معصب دير داكشي اللي كنتي كتقول لي، سير شي بلاصه ارتاح، فواج، الطبيعه، خوي خوي خوي، ومن بعد غتجي عندنا الصولاجي. نخوي طريق انا راه ما عندي حتى شي حاجه. الله يهديك الله يهديك، غادير هادشي اللي قلت لك وغادي تجرب. بالمناسبه خذ مزيانه للويزه بالحليب، راه كتصولاجي انت. هي شرب شرب اي شرب شرب. تنز اوليدي تنز 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 عليا. شوف انا هادشي اللي قلتي
اقرب فرصه غير تجي غندير هادشي اللي قلتي نتايا، وهاد اللويزه انا غنشرب. شكرا بزاف اختي وفاء حيت جيتي عندي. مجدولين منيت كتقولي لي شكرا؟ هي دابا انا ما بقيتش صاحبتك منين وليتي تقولي شكرا. ماشي هادشي اللي بغيت نقوله وفاء، راكي عارفه صاحبتي راه كنت مخنوقه، كنت باغا غير معمل نهضر والله ما عرفتش مالي، وقيله زربت في هاد الخطوبه ولا ما نعرف شنو. تخيلي فؤاد فاش تلاقيت مع عرفتي كيخلاني غنتسطى من حدا صغيره وبلاقي ما بقيت غير كنشوف، بقى فيا الحال فريمون بزاف. انا هضرت مع فؤاد، هضرت معاه عليك، قلت له باش يعطيك شويه ديال الوقت ويحاول يفهمك. نهار كله وانا كنصوني عليه ما بغاش يجاوبني، نهار كامل وانا عيطت من صوني صوني والو ما بغاش يجاوبني، بغيت نقول له غير يسمح ليا، بغيت غير نشرح ليه شنو واقع والو. تخيلي عصام سميتو ما بقيتش كنحملها، كنت كنقول غير ديال اليوم المستقبلي وبزاف ديال الحاجات احلام لي عندي في دماغي، الفلوس عما وليا عينيا في الاخر، الراحه ديالي هي الاخرى ما لقيتهاش معاه. شوفي بالنسبه لفؤاد راه ما عندوش نمرتك الجديده، حاولي تصيفطي له ميساج، هضري معاه، شرحي له، واسيه، هذا الشيء اللي وقع راه ما ساهلش، راه ما ساهلش عليه. تما يكون باقي الحال. بيان سور باقي الحال، بحدك ما ضربتيش الكاغيط معاه وما تزوجتوش، راه باقي الحال. جيسبيغ والله. ان شاء الله غيكون خير. غير حاولي تصلحي الامور مع فؤاد، راه مسكين كيتحرق. غادي نصيفط له ميساج وغادي نعاود له كل شيء. سيد الرئيس، السادة القضاة، السيد ممثل الحق العام، إن المدعى عليها لم تكن صادقة مع العارض، أنها لم تقبل على نفسها التصريح كونها تزوجت برجل آخر عوض العارض، بعد أن أهدى لها هذا الأخير كل ما يملكه ونفذ جميع طلباتها. سيد الرئيس، السادة القضاة، السيد ممثل الحق العام، بالرجوع إلى عقد الزواج، المدعى عليها والسيد فؤاد طارق ستلاحظ المحكمة الموقرة أن الصداق المسلم للمدعى عليها لم يتجاوز 2000 درهم، 40,000 ريال، ولم تشترط على هذا الأخير لا شقة ولا محل تجاري ولا حيلي ولا غيرها، وحيث يظهر من ذلك أن المدعى عليها كانت على علاقة بالسيد فؤاد طارق وظلت تستغل العارض وتسوفه باليوم والغد إلى أن حصلت على كل ما حصلت عليه. سيد الرئيس، السادة القضاة، السيد ممثل الحق العام، حيث إن المدعى عليها لم يقف إضرارها بالعارض عند هذا الحد، بل صرحت أمام الضابطة القضائية أنها أسكنت زوجها فؤاد طارق بالشقة التي اقتناها العارض لفائدتها. سيد الرئيس، السادة القضاة، السيد ممثل الحق العام، لكل هذه الأسباب يلتمس العارض من المجلس الموقر أولا من حيث الشكل قبول الطلب، ثانيا من حيث الموضوع الحكم على المدعى عليها بإرجاع الهدايا المقدمة لها والمتمثلة في مبلغ 337 مليون سنتيم المتمثل في واجب شراء وإصلاح وتجهيز الملك المسمى نور، موضوع الرسم العقاري 1555 كمحل تجاري، وهدايا الخطبة مع تحميد لها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
ماما بغيت نعرف علاش انت معصبه دابا بحال هكا. وصافي دويت معاك قلت لك دابا غنتصل بيه غنعاود ليه كلشي الله يسهل عليك. ما تبقايش مقلقه. شنو كاين يا كلاب؟ صافي كوني هانيه اليوم غيعرف كلشي. يلاه بسلامه. باي باي. كلاباس عصام جا للدار بقى تيدوق تاعيا ماما بغاتش تحل ليه الباب. عاوتاني عصام واش غتقوليش ليا بلي راه انت ما قلتي ليه والو؟ وعارفه راسي غلطه غير سمح ليا اليوم غنعاود ليه كلشي باش حتى انا تهنى من هاد الضيع الراس. ما قلتيش ليا كي جاتك دارنا؟ عجبني داكشي زوين. عجبك عجبك ولا كدير لي خاطري؟ والله تعجبني داكشي زوين و هو هذاك. اوه شحال هادي وحنا كنتسناو هادشي. اه لا سيدي الحمد لله. وضحكي انا كنضحك ما بغيتش لك. مالك يا كلاباس خلعتيني في التليفون شنو واقع؟ تزوجات. شكون؟ شكون شكون مغيره شكون؟ مجدولين وقالت لي ما اتصلتش بها. وهناك الله وضرب فضل الله يا صاحبي علاش غادي تقلق وراه ربي يفكك منها. عباد الله كيفاش اش كتقول وراه اكثر من 300 مليون اللي دات. اسيدي 300 مليون الا داتها غادي تردموش بالشرع والقانون الله يهديك. ولكن اللي كيهم هو مرتك ولادك واللي مكتبه لك فرسخك راه غتجي. عباد الله ضحكات دفاع المدعى عليها كتاكدوا المذكره الجوابيه والتعقيبيه ديالكم؟ نعم سيدي الرئيس. ولنا توضيح. تفضلوا دفاع المدعى عليها. السيد الرئيس، السادة القضاة، السيد ممثل الحق العام، حيث تقدم الطرف المدعي بمقالين افتتاحيين للدعوة يزعم من خلالهما بقيام علاقة خطبة سابقة بينه وبين العارضة وأنه يزعم شراءه لفائدة العارضة عقارين كما هو مفصل بمقاليه بعلة أنهما كان من قبيل هدايا الخطبة معززاً مقاليه بشهادتين صادرتين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ونسخ من شيكات بنكية وكذا شهادتين بنكيتين وعقدي بيع توثيقيين حيث إن محكمتكم الموقرة قررت ضم الملفين عدد 14/20 إلى ملف عدد 12/20 لوحدة السبب الموضوع والأطراف. سيدي الرئيس، السادة القضاة، السيد ممثل الحق العام، حيث يؤسس المدعي دعواه على واقع الخطبة التي كانت قائمة بينه وبين العارضة ملتمسا استرجاع الهدايا التي يزعم أنه قدمها لها بهذه المناسبة. سيدي الرئيس، السادة القضاة، السيد ممثل الحق العام، حيث إنه بالرجوع إلى محضر الضابط القضائي الذي استدل به الطرف المدعي والذي أنجز على إثر شكاية تقدم بها للسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية وقررت به النيابة العامة الحفظ لكون القضية تكتسي صبغة مدنية. صرح بهذه المحاضر الطرف المدعي أن واقعة الخطوبة لم تتم حسب تصريحاته إلا بتاريخ 5 أبريل 2018 والحال أن الوقائع التي أراد الطرف المدعي إصباغ صفة الهدايا عليها أو ما شابه يعود إلى شهر ماي 2017 وشهر يونيو 2017 أي في تاريخ سابق عن الخطوبة. صافي، رفعت على قضية استرجاع الهدايا. دابا المشكل اللي غيبقى فيها هو شي حوايج شاريهم لها بالثمن ولكن ما عنديش الفاكتور. كاين اللي باغي نفهم انا كيفاش كتمشي انت وياها وكتشري شي حاجه غاليه وما كتاخذش فاكتوره. ما كنديرها ولكن ما كنديرهاش في سميتي. ايه ولكن هذوك الحوايج الغاليين على الاقل غادي تاخذ فاكتوره عليهم. الطريقه راه كنت كندير اي حاجه باش نرضيها. انت كتبغيها كتحبها ايوا النتيجه دابا. انا بعد اللي عارف
هادشي اللي قريتي به ما الله علام شنو شريتي خاتم واحد بسبعه المليون عندك شي فاكتوره ديالو؟ بالنسبه للخاتم ماشي مشكل عندي الفاكتوره ديالو واللي مهم هو يرجع الكثير ما داكشي القليل كيف والو كون عارضيتي لي بنيتي الكادوات اللي جاب لك رديهم لي عشويه بشويه ودوزي ديك الساعه حياتك مع السي فؤاد ما واش كتسطي عليا ولا مالك واش انا عاد نبدا حياتي عاوتاني من الزيرو واصلا الكادوات راه ما كيتردوش ومجدولين ولا بارطومون اللي ساكنه فيها انت وفؤاد راه ديال عصام الكادو اللي جاب ليك فوالا انت قلتيها بفمك الكادو اللي جاب ليك دونك لابارطومون راه ديالي فين كاين المشكل ايوا كاين المشكل بنيتي في دوك الحوايج اللي جايب لك ديك الساعه بنيتي رديهم ليه دابا شويه بشويه باش تهناي وترتاحي والله تتخربقت حياتي كلها تخربقت شوفي مجدولين حتى دابا باقي ما فاتش الفوت قاده تريكوبيري كلشي وتصلحي كلشي سمعتيني حسام كيصوني نجاوبو جاوبي ولكن بلاتي ما تلاقيها ما تشوفيه وضرب العقل وترزني يلا الو 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 ها بغيت نسولك هذاك وجهك ولا كفاك ما حشمتيش الدار اللي شريت لك انا جيبي فيها راجلك سكني فيها انت مطوره ياك كتفهمي مزيان حسن عباد الله سمعيني نقول لك غتعطيني داكشي اللي شريت لك واللي عطيتك بلا شهرة بلا فضيحة بلا محاكم الهدايا ما كترجعش شكون اللي قالها لك؟ شكون اللي قال لك الهدايا؟ اسمعي انت اللي غتسمعي شوفي غترجعي الهدايا ديالي يعني بالخاطر هو هذاك ما غترجعيهم لياش غترجعيهم بالقانون وبالمحكمة صفاء صفاء الله اكبر شنو واقع مالك مالك السي حسن لقيت له لاشونس طارق سي طارق سي طارق سي طارق سي طارق بغيت غير نشكرك بزاف وسمح لينا لا بالعكس عصام راه ماشي صديق ديالي راه اكثر من خويا عارفه اللي كاين شوف دابا طلعتو لبيتو راه خدا الدواء وراه غيرتاح ومزيان ملي تياخد الدواء في الوقت ديالو غير بغيت نقول لك على ان الطبيب ملي كنا خارجين طلب مني باش نقول لك بان سي عصام عنده واحد الورم خبيث ولكن ماشي صعيب بزاف الا خدا الدواء ديالو غادي يكون بخير سيدي الرئيس السادة القضاة السيد ممثل الحق العام حيث إنه تطبيقاً لمقتضيات المادة 5 من مدونة الأسرة ولاعتماد الخطبة صحيحة لا بد من توفر شرطين وهما أولاً يجب أن تكون المخطوبة من تصح الزواج بها في الحال ثانيا يجب ألا يكون الغير قد سبق إلى خطبتها وقبلت هي خطبته وحيث إن الطرف المدعي وقت تقدمه لخطبة العارضة كان متزوجا وله أبناء وأن المشرع المغربي أورد ونظم قيودا ومسألة التعدد في المواد من 40 حتى 46 من مدونة الأسرة وبالتالي تكون الخطبة المزعومة مفتقدة لأحد أهم شروطه وهو عدم إمكانية التزوج بالمخطوبة في الحال اعتبارا لغياب الإذن بالتعدد سيدي الرئيس السادة القضاة السيد ممثل الحق العام وحيث إن غياب إذن التعدد وعدم سلوك مسطرته يجعل مدعي الخطبة
في وضع تحريم مؤقت وتحت طائلة أحد موانع الزواج المؤقت، وبالتالي فلا يمكننا أن نتحدث والحالة عهاته عن مؤسسة خطبة قائمة الذات وصحيحة حتى تنتج آثارها القانونية التي يريد المدعي التمسك بها. وأكثر من هذا، فالطرف المدعي هو الذي تراجع عن قرار الزواج بالعارضة. لكل هذه الأسباب تلتمس منكم العارضة بكل احترام، أولا من حيث الشكل، التصريح بعدم قبول الطلب، ثانيا من حيث الموضوع، رفض الطلب وتحميل السائر لرافعه ولمجلسكم موقر واسع النظر. سيد وكيل جلالة الملك، تؤكدون ملتمساتكم الكتابية؟ نعم سيد الرئيس، ولنا التوضيح. تفضلوا ممثل الحق العام. سيد الرئيس، السادة القضاة، إن السيد وكيل الملك رئيس هذه النيابة العامة، إننا نؤكد ملتمساتنا الكتابية المدلى بها بالملف، مؤكدين أنه بناء على مقتضيات المادة 3 من مدونة الأسرة، وبعد الاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي لهذه المحكمة والرامي إلى الحكم على المدعى عليها بإرجاعها له، الهدايا المقدمة لها من طرفه والمتمثلة في مبلغ 337 مليون سنتيم ثمن اقتنائه لها الملك المسمى نور موضوع السك العقاري 555 الذي هو عبارة عن شقة، والملك المسمى عهد موضوع السك العقاري 1555 وهو عبارة عن محل تجاري، وكذا ثمن هدايا الخطبة. وحيث أجابت المدعى عليها كون الهدايا كانت بتاريخ قبل موعد الخطبة، وكذا ثمن هدايا الخطبة، وأن الطرف المدعي هو الذي عدل عن الخطبة. سيد الرئيس، السادة القضاة، بعد الاطلاع على المقالين الافتتاحيين للدعوى وكذا الوثائق والمستندات الموجودة بالملف وبعد مناقشة القضية، تبين لهذه النيابة العامة ما يلي، حيث تنص المادة 5 من مدونة الأسرة على أن الخطبة هي تواعد رجل وامرأة على الزواج، وتتحقق بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد بالزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت العادة والعرف من تبادل الهدايا. وورد كذلك في المادة 8 من مدونة الأسرة على أنه لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من الهدايا ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله، وترد الهدايا بعينها أو بقيمتها حسب الأحوال. سيد الرئيس، السادة القضاة، حيث إن المدعى عليها قد أقرت أمام مجلسكم الموقر بواقعة الخطبة، وأن الطرف المدعي قد اقتنى لها شقة ومحلاً تجارياً بهذه المناسبة، هذا الإقرار من قبل المدعى عليها هو إقرار قضائي، وحيث إن هذا الإقرار القضائي طبقاً للفصل 409 من قانون الالتزامات والعقود هو حجة على من صدر منه وهو ملزم به. سيد الرئيس، السادة القضاة، حيث إن محكمتكم الموقرة أجرت بحثاً حول موضوع القضية حضر به المدعي وتخلفت عنه المدعى عليها رغم التوصل ولم تدلي بأي جواب، أكد فيه الطرف المدعي أن المدعى عليها هي من عدلت عن الزواج منه وتزوجت شخصاً آخر سكن في الشقة التي اشتراها لها وأهداها لها، وأنه أجرى عملية جراحية على إثر الصدمة واكتشف أنه أصيب بالسرطان. وحيث إن العدول عن الخطبة من قبل الطرف المدعى عليها هو ثابت من خلال تصريحاتها أمام الضابطة القضائية، حيث صرحت أنها هي من فسخت الخطبة وطالبته بالابتعاد عنها. سيد الرئيس، السادة القضاة، لكل هذه الأسباب نلتمس من المجلس الموقر تطبيق القانون
ولمجلسكم المقر واسع النظر. مداولة لجلسة. بعد أن تتبعنا القضية تمسك المدعي في جميع مراحل الدعوة بطلبه الرامي إلى الحكم باسترجاع الهدايا. أجابت المدعى عليها كون الهدايا كانت قبل الخطبة وأن الطرف المدعي هو الذي تراجع عن هذه الخطبة ملتمسة من المحكمة التصريح برفض الطلب. ملف مداولة لهذه الحلقة ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ومستنداته وخاصة المذكرات الجوابية والتعقيبية للمدعى عليها وكذا إقرارها أمام الضابطة القضائية كون الهدايا كانت بمناسبة الخطبة وأن هي التي تراجعت عن هذه الخطبة. لكل هذه الأسباب قضت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا أولا من حيث الشكل بقبول الطلب، ثانيا من حيث الموضوع حكمت على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي قيمة الهدايا الشقة والمحل التجاري وكذا واجبات التسجيل والتحفيظ. تم الطعن بالاستئناف في هذا الحكم الابتدائي من قبل المدعى عليها وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله ومع ملف آخر.